اكيد في البدايه لازم ارحب بكريم. بونجور كريم. بونجور جدا. صباح النصر اليوم الثاني على التوالي. من ناحيه صباح النصر فصباح النصر امبارح كان منورنا ومشرفنا في الاستوديو كاس السوبر المصري، وهنينا كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان بالعالم بمناسبه حصول النادي على كاس السوبر المصري. النهارده كاس السوبر الافريقي لكره اليد، فانتصارات ولا انتصارات يا رب تكون دايما كل حياتنا احتفالات وانتصارات النادي الاهلي. طبعا الحقيقه كالعاده عمره ما بيدخر جهد في اسعاد جماهير الكره وجماهير كل الرياضات الحقيقه اللي دايما النادي الاهلي طرف رئيسي في منصات التتويج فيها. كاس السوبر الافريقي لكره اليد بيحصل عليه النادي الاهلي للمره الثالثه في تاريخه بعد ما فاز على الزمالك في البطوله اللي اقيمت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. طبعا يعني بكده بيكون صعد النادي الاهلي وبشكل رسمي الى بطوله السوبر جلوب لكره اليد اللي هي كاس العالم للانديه في كره اليد عقب تتويجه بكاس السوبر الافريقي. المباراه كانت مباراه صعبه جدا الحقيقه، لكن كالعاده برضو شخصيه النادي الاهلي كانت حاضره وبمنتهى القوه. انتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي بنتيجه 14-9، بعدها وصل تقدمه في الشوط الثاني لتنتهي المباراه لصالحه بنتيجه 27-23 ويتوج باللقب. شهدت هذه المباراة تألق عمر خالد الشهير بكاستيلو الجناح الأيمن للنادي الأهلي اللي أحرز 10 أهداف من الجناح الأيمن أو من رميات السبعة متر. ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، شيء عظيم. بص يا كريم، اللافت للنظر كمان ان زي ما انت اتكلمت المباراه كانت قويه جدا والمباراه كان فيها تنافسيه شديده، بس المباراه كانت حلوه تستمتع وانت بتشوف فيه ماتشات بتنتهي ممكن لصالح الفريق اللي انت بتشجعه لكن ما تستمتعش بالمباراه. المباراه كانت فعلا قويه جدا، وده اللي احنا شفناه وده اللي احنا كمان لمسناه في فكره التطوير اللي موجود في اداء اللعيبه. اللي كان لافت للنظر كمان لو تسمحوا لنا ان احنا نركز عليها انها نقطه في غايه الاهميه في ماتش امبارح تحديدا، بالاضافه طبعا لتالق اللاعبين، كان فكرة هنا الجماهير يا كريم. أنا عجبني جدا المشهد، عجبتني الصورة. الجماهير كانت حريصة جدا على دعم على مساندة الفريق بشكل كبير خلال المباراة بالأمس، وأسهمت كمان في فكرة هنا مساعدة الفريق ودفعه للتتويج باللقب. مباراة النهائي ما كانتش زي ما كنت بقول لحضراتكم سهلة أبدا أمام طبعا منافس قوي، خلينا نقولها برضو، لا منافس قوي جدا، خاصة أنت بتتكلم كمان عن فريق الزمالك تحديدا بيضم عناصر من أصحاب الخبرات الكبيرة كل الشغل. لكن هنقول على كل حال يعني شخصية الأهلي من وجهة نظرنا وده اللي احنا بنشوفه هي قادة اللاعبين ان هم يتخطوا الصعاب، يتخطوا الخبرات اللي موجودة كمان عند الفرق المنافسة تحديدا. واحنا بنتكلم عن أمس ويعني فريق الزمالك، لا كان أداء رائع، كان موسم كمان خلينا نقول رائع جدا طبعا. أنا أعتقد ان احنا كده ماشيين في خطوات سليمة جدا، فمبروك لفريق الأهلي لكرة اليد تحديدا تأهلوا طبعا لكأس العالم للأندية طبعا السوبر جلوب لمزيد من البطولات إن شاء الله. واحنا كده يعني زي ما بتقال العودة من بعد الأجازة أو من بعد رمضان جيدة جدا الحمد لله. إحنا بنتكلم في أول حلقتين بعد تاني أسبوع بتتكلم عن لأ كاسين مرة واحدة صحيح. فأعتقد ده شيء صحيح. رائع يعني صحيح. طبعا كل التهاني لفريق النادي الأهلي لكرة اليد اللي الحقيقة أنهى موسم عبقري، يعني دوري وكاس وسوبر إفريقي مفيش أحلى من كده.